بون، السلام عليكم. الحاجة الأولى نشكر المدرب على لا شونس اللي مدها لي. كما يقول لك، إن شاء الله ما نخيبش ظنه. سي لو بروميي فوا نتكونفوكا مع المنتخب الوطني الأول، واحد كما يقول لك قدم اللي عليه، وإن شاء الله فيها خير. لقيت راحتك المجموعة، كيفاش لقيت المجموعات المتفرقة؟ نو الحمد لله، يعني الحمد لله تلاقيت بلاعبين سوا لي برو ولا لاعبين قدامى، يعني كسروا معايا، دخلوني في المجموعه. اجواء رائعه، نقدر نقولوا اللاعبين راهم يساعدوكم باش تندمجوا في المجموعه سريعا. نعم، قلت لك الاجواء راهي رائعه في المنتخب، نقدر نقولوا انه الركائز راهم يعاونوكم باش تندمجوا في المجموعه. وي بيان سور بيان سور، كان بون امبيونس الحمد لله. المجموعة راهي على حالها، إن شاء الله كما يقول لك نكونوا على غوتيغ إن شاء الله فيها. تطمح لمكان أساسي اليوم، راك متواجد في المنتخب الوطني، تطمح أنك تكون أساسي في المنتخب الوطني؟ بيان سور طموح تاعي، أي جوار يقدر يطمح باش يكون مع المنتخب الأول، وإن شاء الله كما يقول لك أنا هاد لاشونس اللي مدها لي المدرب ما نخيبوش، وكما يقول لك ندير اللي عليا إن شاء الله باش نفرح الشعب الجزائري إن شاء الله. شفنا استدعاءات اللاعب المحلي، تسجيل الثقة في اللاعب المحلي، هذه فرصة لكم باش تثبتوا أن اللاعب المحلي قادر يكون في المنتخب الوطني؟ بيان سور، هذه كما يقول لك سي لوكازيون باش الواحد يبرهن واش عنده، ما من اللاعب المحلي ثاني، وإن شاء الله كما يقول لك اللي في خير بيجي إن شاء الله. شكرا لكم.